مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله مبسوطين. أصدقائي، مثل ما كلياتنا بنعرف إنه هلا تقريبا موسم الأفاعي رح ينتهي تقريبا، يعني فيه بس شيء قليل. فانتقلنا شباب للمقالب، صرنا نسايب العالم مقالب. سلسلة كثير سويناها كم مرة، عجبت كثير العالم، وصار في عالم تقول إنه زيدوا بالمقالب، مقالب حلوة. طبعا كل الغاية إنه نضحك العالم مو أكثر يا جماعة. طبعا جبنا هاي، هذا كان في بوت، نسأل العالم، طبعا حاطين احنا في عربيد اسود، نسأل العالم شو في هون، شو لون البوت الموجود، اسود، بني، بنفتحي، بنفسجي، المهم اللي بيعرف اسمه بيعرف لونه، سوري، او ما بيعرف لونه بنطلع له العربيد، بيكون نشوف شلون ردة فعله. طبعا عملنا كثير مقالب بالعالم، وهلا انتقلنا للمقالب هاي يا جماعة. ان شاء الله تنال اعجابكم، وانتم كمان اذا في عندكم اقتراحات لمقالب ثانية بامكانكم تكتبوا لنا بالتعليقات. حبيباتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. حبايبي انتي طبعا ما انا متسابقين، هلا الاسم بالخير بالله محمد والاسم حسين. هلا هذا حذاء اللي جبوه، بدكم تعرفوا شو لونه، اذا عرفت شو لونه تاخذوا له. تمام، انت شفت لونه، في اسود عسلي، اسود يا جماعه، والله طلع اسود عن جد. والله العظيم عيب، شنو تضحك علينا انت؟ مين انت؟ مو عيب والله العظيم يا مشكوره حقيقه، مشكوره والله العظيم، والله العظيم كانوا شباب فيهم بوت، تمام، اللي يعرف شو لونه ياخذوا لانه عسلي، اسود، بني. انت شو تقول؟ اسود. اسود انت؟ انا بقول بني. شباك والله البني ما خرج. اسم بخير بالله. مؤيد اسم. عبد الله. عبد الله، حركات وفور وبوبجي والشاخ البوبجي. ايه كان. فرجينا بالله الشنطة ثلاثة. سوى ثلاثة ممتاز. ايه شيء خطير. هذا ينزل من الطيارة مع شنطة ثلاثة. شباب هون في بوت. تمام؟ اللي يعرف لونه ياخذه. أسود بني وعسلي. أنت شو تقول؟ أنا أقول أسود. وأنت؟ بني. بني. والله انت تطلع لنا كذا فوق. والله العظيم. والله انت عرفت لونه، لازم تاخذه انت يا اخي. لا يستر عرضك، لا يستر علينا يا اخي. طيب مسجد يا اخي. الميت يا شلون؟ محمد في ستره. الاسم بلا ايمن ذياب. ايمن ذياب، على راسي قرابتنا يا اخي. مهند الاحمد، على راسي كمان قرابتنا. هذا في بوت هون، اذا تعرف شو لونه. بني اسود بنفتحي. يا سيدي بنفتحي. بلا؟ شو لونه؟ بنفتحي. وانت؟ اسود. اسود. والله الشاب عرف شو لونه. شوف اسود يا اخي. لا امورها طيبة. هو؟ ما تنفع مني. امورها طيبة. طبعا شباب في مسابقة هلا. ايه. بدكم تعرفوا شو لون البوت اللي بالعلبة هاي، اللي يعرف شو لونه ياخذه هو. نعم. تمام؟ شو تتوقع لونه انت؟ انا اتوقع لونه بني. وانت؟ اسود، بني، هو قال بني، انت شو تقول؟ اسود. هاي والله تعرف شو لونه. هاي مسابقة، إذا عرفت شو لون الحذاء اللي الداخل هاي شلون تاخذه لك. تمام، أنت شو اسمك؟ عمران. عمران. وأنت؟ وسام. وسام شو لونه هذا؟ بني، أسود، عسلي. أسود. أنت؟ عسلك. عسلي. عسلي؟ يا
حافز قلنا اللي هو شباب هذا هو في بور تمام اللي يعرف شو لونه ياخذ له اسود عسلي بني عسلي وانت بني بني ممتاز مين اميجا الاسود عسلي بني بس انا علم الكنزه والله والله انت عرفت بالموضوع من غير ما بلش امسيك هاي المسابقه اذا عرفت شلون البوت اليوم يلا جاي جاي هي شو تتوقع لونه ابيض شو اسمه ابيض اسود بني 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 والله العظيم عيب شنو تضحك علينا انت مين انت مو عيب شبيك انا لو أنا راسي والاسم حسون على راسي هون في بوط اللي يعرف شو لونه ياخذ العلو عسلي أسود بني أنت شو تقول عسلي وأنت أنا أقول بني والله ما أحدك على أسود يا زلمة خلاص صار علي